وزير التنمية المحلية النهاردة، وأيضا وزير الدولة للإنتاج الحربي شهدوا توقيع عقد اتفاق مشترك لتنفيذ مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام لعدد 1800 أتوبيس من أسطول هيئة النقل العام، وده في إطار ميكنة وحوكمة نظم التذاكر والاشتراكات للنقل العام. يعني هيبقى عندك بري بايد كاردز للأتوبيس زي كده في العالم كله. في العالم كله انت قليل جدا لما بتخش تدفع في الاتوبيس، لازم بتخش معاك تذاكر بالفعل بتكون انت شاريها من مكنة، وبتروح يا دوبك ممكن بتوريها للكمسري، او حتى ساعات كتير ما بيبقاش في كمسري. خلونا نعرف بالظبط ماذا يحدث. المهندس خالد محروس رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات. مهندس خالد مساء الخير، إيه دور شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات في هذه المنظومة؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. هو طبعا حضرتك احنا باذن الله هننفذ المنظومه بالكامل. هو طبعا حضرتك عارفه ان التوجه الدولي للتحول الرقمي لتطبيق زي الرقابه والحوكمه على كافه معرفة الخدمات وحرص الدوله الكبير لخدمه تحسين خدمه المواطن. فطبعا هيئه النقل العام بدات تفكر في جديا في هذا الموضوع، وبدات تنفذ معاها منظومه النقل الذكي او الدفع الالكتروني المسبق او الاشتراكات الالكترونيه للاتوبيس النقل العام. فطبعا زي ما حضرتك عارفه ان المواطن هيبدا يشتري الكارت بتاعه من محطه الاتوبيس او مكاتب الاشتراكات وهيبدا يركب الاتوبيس. احنا هنبدا نجهز الاتوبيسات زي المترو كده، يعني زي المترو او من خلال اشتراك او من خلال تذكره. ان احنا هنبدا نجهز لكل اتوبيس من كل اتوبيسات دي اتنين فاليديتور او اتنين محقق للكارت دوت. طب المواطن بيبدا يحرك الكارت او يقربه من الفاليديتور دوت، يبدا يتاكد ان صحه الكارت ده مظبوطه، يبدا يخصم ثمن التذكره منه ويقول له التذكره زمنها كذا وخصمنا منها كذا، وياخد البتاع ويفضل يركب الاتوبيس. فانت ده كل الموضوع. المكن ده هيكون موجود فين يا باشمهندس؟ المكن ده في كل اتوبيس في مكانتين، عند باب الصعود وباب النزول. لا قصدي الماكينات اللي انا بشتري منها الكروت. دي محطات الاتوبيسات او في مكاتب الاشتراكات، محطات الاتوبيسات الرئيسيه في مكاتب الاشتراكات. طيب وانا هشتري الاشتراك بقى، ممكن اشتري افرض مثلا بركب كذا خط، او بركب دي يعني اشتري كارت او يعني اشتراك بقى ويتخصم من الكارت؟ طبعا ما حضرتك هتعمل مع منظومه بقى هنا، يعني الكارت هيبقى حتى لو المحطات لا حتى لو ربطنا عدد المحطات بثمن التذكره هيقدر. انا ببدا امشي الكارت في الاول وفي فاليديتور اللي في النص اللي وانا نازل بيحدد لي انا ركبت 10 محطات بثمن كذا، هيبدا يخصمهم الكارت بتاعي وانا نازل. يعني اقدر اركب بيه اي حاجه خاصه بالنقل العام في محافظه القاهره والجيزه. طيب ده بقى هيكون لكام اتوبيس؟ هو 1800 اتوبيس على كذا مرحله، يعني اول مرحله 300 وبعد كده 1000 اتوبيس وبعد كده ال 500 الباقيين ان شاء الله. طيب فقط النقل العام؟ يعني بره مثلا ساعات بيبقى عندك الكارت اللي بيربط الاتوبيس بالمترو بالوسائل النقل الاخرى، ولا بس التذاكر دي هتكون فقط لاتوبيسات النقل العام؟ هو مبدئيا ده الاتوبيس النقل العام، بس احنا عاملين اوبن سيستم، يعني باذن الله لو دخلت في المنظومه معانا اي حاجه اسلوب اي دفع الكتروني تاني لاي مواصلات على مستوى الدوله ممكن تنضم على المنظومه بسهوله جدا. يعني الكارت ممكن قابل للشغل معانا على المنظومه، اي كارت الكتروني او حتى بعد كده اي كارت فيزا او مصر او حاجه ممكن المنظومه تستوعبها. يعني لان حضرتك عارفه ان الاجهزه دي لها باك اند كبير في داتا سنتر كبير موجود عندنا شركه الانتاج الحربي. كده مش هيبقى في كمسري؟ والله حضرتك لسه الكمساري موجود طبعا لحد ما نتاكد ان الموضوع الناس استوعبت الموضوع، وما لو مش محتاجينه هيبقى خلاص. يعني اصل انت عارف الكمساري ده جزء من لا هو جزء من الثقافه المصريه طبعا. الكمساري مهم جدا. لا ما هو موجود طبعا حضرتك، بس هو المشكله ان هو مش هيكون معاه ذاكر يقطعها حتى. أيوة. لو معاه كارت، هو لو انا مش معايا كارت الكمساري يبقى معاه كارت وبيحطه للمواطن لو انا مش معايا كارت وركبت الاتوبيس ما حدش. الكمساري هيبقى معاه كارت ويقدر يخصم ثمن التذكره للمواطن وتنزل على حساب الكمساري، وفي الاخر بيحاسب الكمساري على الفلوس دي.
هو عموما في اتوبيسات كتيره بقى خلاص ما بقاش فيها كومساري، لكن انا بتكلم بقى على الثقافه نفسها اللي احنا طول عمرنا، هو ما بقاش خلاص مش هيبقى في كومساري اللي بيقطع البيت التذكره، لكن ممكن في البدايات يكون في كومساري اللي بيرش يقول للناس مثلا اعملوا كذا او كده. بالظبط. اه طبعا طبعا طول فتره المنظومه كده يعني. او بس بعد شويه هذه المهنه هتختفي تفتكر يا باشمهندس؟ والله ده حسب رؤية بقى هيئة النقل العام يعني، هو المنظومة تنجح إن شاء الله وحسب رؤية هيئة النقل العام. هل الشركة هتصمم على التليفونات تقول مثلا الخطوط ابليكيشن لخطوط المواعيد الاتوبيسات مكان كذا مكان كذا، هل ده ممكن يبقى موجود كابليكيشن؟ اه طبعا احنا عاملين ابلكيشن على الاندرويد وعلى وعلى اوريدي في الابل، ابلكيشن ابلكيشن موجود وهيحدد للناس حتى بدايه اللي اركب منين واروح فين وهيرسم لي الروت بتاعي والوقت ده المنتظر يعني ده لما في موجود المحطه بالفعل. الرئيسيه. اه ده ان شاء الله موجود طبعا. لا يعني خلاص الناس كم عندكم مستهلكين لو ناس بتستخدمه لا ما هو لسه المنظومه ما اتطبقتش، المنظومه لسه. لسه هتطبق، احنا عملنا الابلكيشن وشغال والناس هتبدا تنزله بعد كده. شكرا مهندس خالد محروس رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات.